السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم غادي تكون خاصة بالناس اللي كتعاني من الحبوب في الوجه ديالها. صراحة الوصفة هذه فعالة ومجربة، عطات نتيجة غزالة. عندنا هنايا النعناع غادي نديرو به حمام بخار الوجه ديالنا باش غادي نحلو المسام، باش ملي غادي نديرو من بعد مقشر الوجه ديالنا غادي نقشروه، حيت باش كنديرو له البخار كيسهل لينا اننا نقشروه ويتقشر دغيا. عندنا هنايا القهوه مع زيت الزيتون، كيف ما انكم تقدروا تبدلوا زيت الزيتون بالعسل. القهوه تكون طايبه، يعني ما تكونش هكاك خضره، يعني تكون خضره ما تكونش خضره باش ما تجرحناش في الوجه ديالنا. عندنا ياغورت طبيعي، عندنا معلقه صغيره ديال الشوفان مطحون، وعندنا كذلك معلقه صغيره ديال الحمص مطحون، عندنا معلقه صغيره ديال الروز مطحون. هاد الوصفه هادي صراحه تقدروا ديروا منها كميه كبيره، يعني تقدروا ديروا كاس كاس من كل مكون وتخليهم في الشقره تبقاو تستعملوهم دائما في الوقت اللي بغيتو. صراحه زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. من بعد ما درنا المقشر ديالنا وفتحنا به المسام ديال الوجه ديالنا، غادي ندوزو الان باش نديرو مقشر اللي مكون من زيت الزيتون والقهوه. غادي نديرو على البشره ديالنا بحركات دائريه وغير بشويه لمده ديال 5 دقائق. انا غادي نجرب غير على يديا باش نوريكم. والان غادي نوضعوا كاع المكونات ديالنا في هذه الزلافه هذه حتى نحصلوا على قوام اللي هو كريمي كيسهل الوضع ديالو على البشره ديالنا. بغيت نذكركم انه راه تقدروا تعوضوا الياغورت طبيعي بالماورد، يعني تقدروا تستغناو على الياغورت وديروا الماورد، مهم نتوما واللي عجبكم واللي غادي يريحكم واللي موجود عندكم في الدار بطبيعة الحال. كنتمنى انه هذا الفيديو ينال اعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه. وصراحه انا كنأكد لكم انهم ما غاديش تقدروا مازال انكم تستغناو عليها. وما تنساوش اكيد انكم تابوناو في لاشين وديروا لايك الى عجبكم الفيديو. من بعد ما كنحسوا على قوام اللي هو كريمي كنوضعوا الماسك ديالنا على الوجه ديالنا وكنخليوه حتى كيجف على خاطره، ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا بماء اللي هو عادي. ما تنساوش انكم تسدوا المسام ديال البشره ديالكم مكعبات ثلج او ماء الورد. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.